من أفضل الأوقات اللي ممكن نقرأ فيها الأحداث ونتعلم فيها علوم جديدة الأحداث الصعبة. الأحداث الصعبة بتبين لنا حاجات مهمة جدًا 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 وتفاصيل مهمة في حياتنا. وتفاصيل في تغيرات ممكن نقرأها. الناس كلها دلوقتي في حالة إندهاش. هو إيه اللي جرى للناس وإيه اللي جرى للإنسانية؟ وعشان كده ده ما ينفعش يفوتنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنقرأ. قراءة حضارية لكل اللي بيحيط بينا واحنا بنقرا قراءة بتجمع ما بين الشريعة والدين والاجتماع البشري هنشوف حاجة مهمة جدا هنشوف ان الابحاث العلمية قالت لنا ان الانسان المتوحش هو ذلك الشخص غير المتحضر اللي بيطلق العنان لغرائزه العدوانية العنيفة تجاه الآخرين ومن ثم يختلف عن نظير المتمدن الذي يخضع للقواعد والضوابط بفعل اختياري وعلشان كده المجتمعات الحديثة قابض على فرض القانون ومعاقبة الخارجين لمنع ظهور مجتمع الغابة الكلام دوت احنا بنقوله الأبحاث العلمية هي اللي قالت الكلام ده في تعريف الإنسان المتوحش بس كنت أنا دايما بقول إن فكرة التوحش دي ما أصبحتش بهذه الشراسة اللي ممكن نتكلم عنها مازال الإنسان إنسان لكن اللي أنا عايز أقوله اللي انخفاض اللي احنا شفناه في التعامل التعامل الإنساني مع الأحداث اللي احنا فيها دي ما كانتش يمكن إن هي تمر في تاريخ جديد بيتكتب واهم ملمح من ملامح التاريخ ده حقيقه مهمه لازم نوقف عندها. الحقيقه بتقول ايه؟ الحقيقه مع الدراسات الكتيره الموجوده بتقول ان في تاريخ للتوحش بيتكتب. احنا كان عندنا ظاهره اسمها ظاهره التوحش. بتعيش مع مين؟ بتعيش مع الكلام عن الارهاب. بس احنا دلوقتي بيتكتب دلوقتي وصف وحالة جديدة من حالات التوحش. توحش الكيانات. توحش بعض الكيانات اللي بتزعم ان هي دولة. فبيتكتب دلوقتي تاريخ التوحش. كانوا دايماً العالم الغربي كان بيوصف أعمال داعش بالتوحش. وده صحيح. لأن الناس دي مؤمنة بكتاب عندهم اسمه إدارة التوحش. وبيوضحوا في ازاي يستغلوا الوحشيه اللي بيعملوها علشان يخوفوا الناس ويهجروهم من بيوتهم ويخليهم يياسوا من المقاومه احنا كمان عندنا نفس الكلام واحنا شفنا لما بعض الناس من المتوحشين لما حرقوا الناس احياء وقطعوا الناس الى اشلاء نفس الكلام بيحصل دلوقتي ما ينفعش الباحثين يتجاوزوا ده وما يقفوش عند ده هنا لازم نقول ان احنا وصلنا لمرحله ان زي ما كان المتوحش الداعشي يشرع ان توحشه الان المتوحش في الكيان بيشرع ان توحشه هذا التوحش والزعم ان ده هو الحق ويقول للناس اصلي أنبياءنا ورسلنا هما اللي بيعلمونا ده ده طبعا بيقول إن احنا بننتقل إلى مرحلة شنيعة لأن كل الأنبياء جم بالرحمة وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اللي وصفوا الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.